باع لها قنبلة قنبلة يعني قنبلة مدمر الله يخليها. اي والله الله يخليها شنو؟ الله يخليها. هو احنا جايين ثاني هتطلع حتى نصكها الله يخليها بعد شنو؟ صحيح. اي والله اقول لكم ما قالوا من ساعة من الخابرة وقالوا اليوم لازم مو؟ اي اليوم اليوم نصكها. ها جاي انتظر هو اليوم شنو اليوم بالاسبوع؟ يوم جمعة. جمعة؟ اي لا كان ما يصير. ليش؟ ما هو لازم خميس. ها طقوسها لازم خميس. الصك صار بالخميس. ها على مو يصير هلا بالخميس. هلا بالخميس. لا والله لازم نغيرها بعد ما نقول هلا بالخميس. نقول بلا بالخميس. بلا بلا يلا. لا لا لا. هاي الهلا عندنا احنا هلا بالخميس. اوكي البلا هاي عندهم هم خطيه. اي صح صح اما احنا هلا فعلا باعتبار جاي نسترزق يعني. بس هي ترى مو كلش محتشمه مو وعندها كم اغنيه ويقول لا لا شو انت ما شايف صورها على البحر. كلش. بس خوي احنا شنو علاقه؟ فهم صح احنا شنو علاقه؟ حريتها الشخصيه يعني تريد. لا شنو علاقه مو يعني حياته وكيفه وحريته الشخصيه ومش لا لا اقصد شنو علاقه يعني ما لنا علاقه هي تلبس طويل قصير احنا جايين نصكها ونروح. ها هذا قصدي يعني مو قصدي يعني عبالي صرت مثقف. اي بعد شويه وتحكي لي بالخصوصيه حضرتك. لا حبيبي لا لا بس اقول لك يعني عندي شويه تساؤل يعني شنو هالايام جاي يصير هواي صك بالنسوان يعني هاي المشاهير وهاي السوالف يعني مو خاف الناس يعني تنشر بالفيسبوك وتطالب الحكومه انه والحكومه تكضنا هالنوب ويطلعونا بهذا وين راح يا حبيبي انت ايش جاي تحكي شنو ليش الناس تضغط على الحكومه يا ابويا لا هم هي هسه وانا ما نقتلها راح تصير شغله واحده بس اللي هي الناس تنقسم قسمين ناس تقول الى رحمه الله وناس تقول الى جهنم ويتعاركون بيناتهم اما انا وانت واللي دزنا ما حد بحاله صح وهلا بالخميس بلا بالخميس